الرابعة من الإخبارية وهذه عناوين. ظاهرون يصرون عمليات الحرب سببت هدم أحد المخازن وتلف مخزونها وتقدر خسارة بآلاف الدولارات. المتظاهرون طالبوا بفتح تحقيق الشوارع وكذلك الجسور عندما يعني نزلت قيادات أمنية وكذلك قيادة عمليات بغداد للتحدث مع المتظاهرين الذين حاولوا قطع الطرق في ساعات الصباح الأولى. يا عراقي دمك من دمي وجراحك بتسود همي، مش ناسين ولا يمكن ننسى، دي حكاية وهتكمل لسه. قولوا للشهداء تطمن، أحلامهم في الأرض هتسكن، هتعمر وهتبني بلاد. فسلاما يا وطني العربي، وسلاما ليك يا بغداد. بالعربي وبلسان الدار في تاريخ من بلدي بيتكلم، بحضارة كل الأجداد، بالحب اللي في روحي معلم، في كلامي وفي عيوني وقلبي. فسلاما يا وطني العربي، وسلاما ليك يا بغداد. قطعة بجسمي ساكنها حبك ماليها، يا عراق وتفرج صدقني، وقبال الكون مشرفني يا أساس الدنيا وعالي. حياتك طول عمرك أكبر من دائك، أكبر بكتير من أعدائك، طول عمرك وطن الأسياد. حزينة وموجوعة، جرحك بالقلب يتمادى، لكن يا عراق كالعادة تعود وتبني. تتألم حنقاوم ونعيش ونعلم، أجيال من بعد حتتربى على خير وسلام نور ومحبة، ودي رسالة رب العباد. نتمنى لك كل الراحة يا عراق الشايل كل همي، ما ينقاس الحب القاعك وترابك موجود بدمي. سلام عليكم وبلسان الدار، سلام الغار،
العراق بلد الحبيب، بلد الحضارات والحب والسلام، يا أجمل ما خلق ربي. أهديك هذا العمل مني ومن كل فناني الوطن العربي. دمتي سالمة يا بغداد.